إذا بدنا نحكي عن موضوع محدد كتير، الفيلر والوزمات أو التورم اللي بيتركها بعد فترة. هل عادة بالمجمل أي جسم يمكن إذا الواحد وخز بشوكة فمنلاحظ أنه بعد فترة بعد الألم طبعا بده يورم مكانه لأنه أخذت حيز. نفس الشيء لما بيتركب مثلا سن أو ضرس أو ما شابه ذلك. ولما نحن نحقن فيلر لنقول عم نحكي هون بوجه التحديد على الفيلر قبل ما نحكي عن البروتيز السيليكون اللي كمان بيترك بأول فترة كمان أديمة وزمي تورم يعني، فنحن بأول فترة بيصير في تورم. هذا التورم يمكن يضل 3 أيام أسبوع أسبوعين ماكسيموم أسبوعين، بعدين بيرجع الوضع لطبيعته. كمان إذا الدكتور بده يكون فنان شاطر فهمان شو عم يشتغل مشان الحقن أوكي، ويكون مختار الموضع الصحيح للحقن. بعد فترة ما بيعمل الفيلر إديمة، ولكن الإديمة اللي ممكن تكون موجودة إلها أسباب كتيرة. الوزمات لنقول باللغة العربية، الوزمات هي قلبية كبدية كلوية وغدية. There are four reasons for this. وزمات قلبية كبدية كلوية وغدية. هلا كمان الغدية يندرج ضمنها الحمل والأرضاع والولادة، لأنه الجسم بيكتنز سوائل بسبب التغيرات الهرمونية عند الامرأة. فعادة بالمجمل ما بنحتاج نحن ندوب فيلر أو نطبق مادة يالورونديز لنروح الفيلر، لأنه الوزمات إذا كانت أنت حامل وعاملة قبل الحمل مو فترة الحمل لا يفضل لا يستحب الفيلر. البوتوكس لا ينصح، ولكن إذا كانت الوزمات في هذه المرحلة فما رح تستجيب الدوبي الفيلر، لأنه الوزمات هي لسبب تاني، هي التغير الهرموني الموجود اللي حدث خلال فترة الحمل أو خلال فترة الأرضاع. هذه ملاحظة مهمة تبعوا عليها.